عليكم السلام. الله الله. لما بيكون صايم بيطلع منه كثير شغلات يا جماعه. اول شيء يا جماعه مرحبا، كيفكم في الاخبار؟ احنا حاليا طالعين من السيو رايحين على الدار، يومنا برمضان. السلام عليكم. هاي اكثر نقطه بتخجل منا بالعالم، تكون ماسك الكاميرا وعم تصور والله ومدري شو، يس ومدري شو، تفتح باب الاسانسير بتلاقي عالم قدامه. المهم يا جماعه نحن حاليا رايحين على البيت، على الفطور باقي 7 دقائق للفطور فقط، فمتاخرين كالعاده، فرايحين على السريع نشوف امي شو طابخت لنا. يا رب. طبعا يا جماعه الدنيا حجر، الدنيا حجر يا جماعه، عم ندعي ما حدا يوقفنا. المهم يا جماعه حاليا رايحين على البيت، فخليكم معنا. حمست انا خالص هلا، ان شفت خليه بس يقول الله اكبر، صوتي راح يطلع. قلت له انا اليوم كنا عم نحاول جدا ما لا 10 دقائق لسه لسه لك خلصوا 60 دقيقة. شو 10 دقائق ابي؟ هلا بدي هلا هلا حمودي صار له ساعة قايل لنا 10 دقائق. هلا شفتوا 10 دقائق اول ما طلعنا من الاستوديو. المهم يا جماعة، فمن اول ما طلعنا من الاستوديو هلا صار مدة الفيديو 4 دقائق. المهم يا جماعة، فحاليا رايحين على البيت، يعني بعديتين يدين يعني هذا الكلام، فابي طير طير على البيت. مثل ذاك اليوم يا جماعة كنا رايحين على البيت واخدين معنا مي، ونحن رايحين على البيت نحن وصلنا على الباب، دقينا اول دقة قال الله اكبر، انا وابي ما تحملنا وحمودي، فتحنا دبشان طول مي غبيناها، ابي شغل سكارة برا على الباب عم يستنى يفتحوا لنا. للأسف الشديد يا جماعة ونحن رايحين على البيت قال الله اكبر، حاليا هو عم يأذن، فنحن عم نستنى بدنا نروح البيت مشان مي وما مي، وابي شغل سيجارته، ابي عم يستنى يقدم مشان هاللحظة. ما معي مي بالسيارة يعني. ما معنا مي. يوخ. يلا ما في مشكلة قربنا نوصي. وصلنا على البيت يا بياع الزيت. وصلنا على البيت يا بياع الزيت. هاي الأغنية يا جماعة كنا نغنيها وقت نوصل على البيت من المدرسة، حمودي ما كان معي بس أنا بعرفها. كيفية الصف بحركتين. شغل الكاميرا. بوب. صفينا، شفتوا حركتين بس. هيك على البيت على البيت، يلا نروح ونداوي القلب المشروع، درونا فطيرة درونا فطيرة. حسونا على اصبح بس خلنا نسيك خلص روم لك. شو وين راح لونا؟ اشتري لي معك. اشتري لي معك وانا كمان. بس على الناقص واحد. تعال صفر. معك كرت؟ لا. ايه ايه معي. روح. للأسف الشديد يا جماعة على أساس أروح البيت وصور لكم بالبيت ومن هالكلام، ولكن للأسف ما قدرت أصور لكم بالبيت لأنه أكلنا وكذا على السريع وبعدها قعدنا شوي وإجينا لهون، حتى كنت ناوي إنه عمل مقلب بورد على أساس إنه اختفى وما اختفى، فورد ما كان رايق أبدا، كان معصب وأخذ جواله وعم يلعب فيه، فحاليا بكفي لكم هون بالاستديو لأنه ما قدرت أصور لكم كثير بالبيت، فتحيت لكم كفوا معنا الفلوج. هلا حابب اعمل شيء تحدي معهم. طبعا حاليا يا جماعه نحن حاليا بالاستديو وفتحنا بسوس على طول، نحن نفتح بسين بس نحن انا وابي وبس محمد زي السهل، فحاليا راح افرجيكم الاجواء. هي هون والله والله اقول لك عنده 8000 على الانستغرام. روي هذا مقر ابي حبي، روح انت كمان اطلع مع الشباب. فهي ابي فتح بس مباشر افرجيكم مقر محمد، وهي مقر محمد زين الساهر. اجلدها. انجلد وخلص يا رجل. ايش دي جلدته يا جماعه؟ نحن حاليا فتنا تحدي مع محمد زين الساهر،
حاليا يتم الجلد بنجاح. كفو 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 سنايبر كفو. عندهم كامبرين عندهم كامبرين. لا قلت لكم مكامبرين يا الله. كامبرين كامبرجي جولي لنا وجولي لنا. جولي لك جولي لنا. يلا الجولي الحاسمي حاليا يا جماعة الجولي الحاسمي رح خليكم معنا بالجولي الحاسمي. حاليا في جولي لنا جولي له حاليا رح نفوت الأخيرة. هاي أهم وحدة. نورت يا وتين أهلا وسهلا لكل الشباب اللي عم تكتب تعليق. أنتوا حاليا رح تطلعوا بالفلوج قولوا باي. كفو 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 أبو حيان كفو سنايبر عاشت إيديكم. كفو عليكم كفو. ديروا بالكم من شمرة عنده. قول له جماعتك يلعبوا طناخة لايكن برو فرجيني زلوميتون. ايه قول لايكن برو فرجيني زلوميتون. قول له يلعبوا طناخة. اللي عندي زت يلعبوا طناخة وفرجيني يلعبوا طناخة يا اخي. فرجيني رجوليتون. خلينا ليه عم يلعبوا كمبرو يلعبوا طناخة. يا اخي نحن ما بنحب الكمبرة. احنا شعب ما بنحب الكمبرة. فرجينا المراجل عندك. فرجينا المراجل. فرجينا المراجل. زبطوا طناخة لا يكمبرو. حبيبي يا جوان خسرنا وحدة. خسرنا جولة ما في مشكلة جوان فداك. وحدة إلنا وحدة إلو روح وحدي يلا. وحدة إلك وحدة إلنا. لعبوا طناخة وفرجينا مراجل. لعبوا طناخة وفرجونا المراجل. مثلنا ابد ما يصير ما نتقارن مع الناس لان احنا عنهم غير. كفو أيوة. الشباب عاشت ايدك يا سنايبر. كفو ابو يزن كفو ابو يزن ما قصرت. كفو يا سنايبر مكمبرين عندي يا جماعه. اساطير مثلنا ابد ما يصير ما نتقارن. عاش عاش جوان الملك لان احنا عنهم غير. عاش جوان العبوه. عاش جوان يسعد دينك على اللوب يا محمد. يلا يا شباب يلا يا شباب يلا يا محمد العبوه طناخه طناخه لحتى قد ما كمبروا ما يقدروا له. ديروا بالكم من الكمبره. فت لا فت لا فت لا فت لا اعطيني شوي. كفو جوان عاشت ايدك. كفو جوان عاشت ايدك يا جوان. كفو كفو الشباب ما قصرتوا. نام على اللوبي. على اللوبي يلا نام على التخت جاك اليخت. يلا يلا لا لا وقف تعاقب ورجع. تعاقب قبل. تعاقب ورجع. قلت لك الا صور لك العقوبه بالجوبرو. كفو 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 يا جوان. كفو يا ابيزن. كفو يا سنايبر ابو حيان ما قصرتوا الله يسعد دينكم. لكل الشباب اللي دعمت لو بوردي بهذا البث العظيم. اذا كنتوا عم تشوفوا هذا الفيديو تحيه كبير لكم. ايه بس الدقن الدقن هون يا محمد ما انا مبيني. قول له ادعمه. يا سلام بينت بينت. لا تشوفوا حتى شعري ابيض انه انا حلو. شوفوا لي الدقن الخضر اللي مخضره. عامل بستان بدقنه محمد. خي خسرنا محمد حاليا عم نخسر فهد. فهد الشلومي شيره شيره يا جماعه. مو عم يخسروا خسرناه وقام ينفذ عقوبه. شيره اللايف يا جماعه بدنا نعيده. راقبوا العقوبه راقبوا. هذا بخيوم. يلا يلا واحد خلي لنا شعراتك يتلوتوا. الله الله حلو حلو. يلا بانتظارك والجولة الثانية كمان هلو. عاشت ايدك لعبنا محمد. كل وحدة عم نلعبها تنتين. اول وحدة خسرناها. عاشت ايديكم سنايبر همام يلا محمد. يلا عقوبات اعطيه هو يختار. دخيل قلبكم. ثلاث عقوبات. يلا يا جماعة بس نقوم ننفس فولكم. لك عاشت ايدك تنفيذ ملك العقوبة 20 ضغط. ملك الكمبرة همام دخيل قلبك 20 ضغط. عدوا يا جماعة يلا روح. يلا واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20.
كفو حبيبي يا محمد، دخيل قلبك والله ما قصرت حبيبي، عاشت ايزك انت وسنايبر وهمام. كفو من عندك ولا عندنا، ما قصروا. طبعا يا جماعه مثل ما شفتوا صورت لكم شوي من البس، نحن تقريبا من شي 3 ساعات خلصنا البس، تسحرنا ما قدرت اسوي لكم، كنت مستعجل على السحور فتسحرنا، وحاليا راح نصلي وننام، فبشوفكم بكره، تحيه كبيره لكم، استنونا. شو استنونا؟ ما انتوا راح تشوفوها بعد لقطه، يعني شلون بحسبانه.